السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في مقرر الهندسة الكهربائية Electrical Engineering، ومعكم الدكتور عبد العزيز صالح السعيدي. نتوكل على الله مع المحور الثالث Techniques for Solving DC Electric Circuits. وسوف نتطرق في هذا المحور الثالث إلى خمس نقاط، وهي طريقة النوت، وفيها كذلك سوف نتعرف على السوبر نوت، ثم الطريقة الثانية وهي طريقة المش، وفيها كذلك سوف نرى ما معنى السوبر مش، الطريقة الثالثة وهي طريقة السورس ترانسفورميشن، الطريقة الرابعة طريقة قانون ثيفنين، وأخيرا ننهي هذا المحور الثالث بطريقة السوبربوزيشن. نبدأ إذن مع الجزء الأول لهذا المحور الثالث، وهي طريقة نود فولتج ميثود، وفيها سوف نتعرف على كيفية حل السيركت بطريقة النود فولتج ميثود، وفيها كذلك سوف نتعرف على الكونسبت اوف سوبر نود، وننهي ان شاء الله هذا الجزء الاول بأمثلة لنفهم جيدا طريقة النود وطريقة السوبر نود. اذا طريقة النود هي اساسا تعتمد على الكي سي ال، وفي الجزء الذي يلي طريقة النود سوف نتعرف على قانون ثاني او تقنية ثانية، وهي طريقة المش اناليسيس، وفيها سوف نعتمد على قانون الكي في ال. هذا مع العلم واننا قد رأينا في المحاور السابقة قانونان مهمان، وهما قانون الأوم وقانون الكيرشوف. قانون الكيرشوف الذي ينقسم إلى كيرشوف كارنت لو الكي سي ال والكي في ال.